منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، وطالب الرئيس الجزائري المؤقت المجتمع المدني والسياسي بمناقشة كل الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أن الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية دون إضاعة للوقت هو السبيل الوحيد، كما طالب كل الأطراف المعنية بالمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواء في مناقشتهم أو في مطالبهم. كشفت الشرطة السودانية عن محاولة لاقتحام سجن كوبر بالبلاد وإطلاق سراح رموز النظام السابق، وفي بيان أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية، أكدت قيادة الشرطة قدرتها على التصدي لمحاولات استغلال الوضع الراهن بالبلاد وإشاعة الفوضى واستهداف مقار وأقسام الشرطة بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات السودانية، مشيرة إلى أنه سيتم ملاحقة المتهمين في مثل هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة. أعلن الجيش الليبي أن كيلومترات قليلة تفصل قواته عن قلب العاصمة طرابلس، وفيما شن سلاح الجو الليبي غارات كثيفة على مواقع الميليشيات الإرهابية في طرابلس. قالت شعبة الإعلام الحربية التابعة للقوات العامة للقوات المسلحة أن القوات جاهزة لتلقي الأوامر العسكرية من القيادة بتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تقوية البث الأرضي لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر ليغطي جميع محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة، وقالت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر عبر القنوات الوطنية للإعلام الأرضي، حيث تم إطلاق قناة تايم سبورتس لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة، والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة. ننوه لعناية السادة المشاهدين بأن قناة تايم سبورت ستتواجد في جميع مراكز الشباب بتقنية عالية الجودة و HD، وتعد القناة انطلاقة جديدة للتلفزيون المصري وإضافة قوية بمميزاتها، فضلا عن أنها تعتبر تجربة فريدة. وقعت شركة واتشت أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية اتفاقية مع مدينة الإنتاج الأعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على المنصة، وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الشركة واتشت لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما. وتؤكد شركة واتشت إنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو القرصنة على المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.